اهلا بكم مشاهدينا من جديد، كون انا مع حضراتكم جيرمين شلبي وهذه التغطيه الخاصه. تبدا وزاره التضامن الاجتماعي في فتح فروع بنك ناصر الاجتماعي في كافه انحاء الجمهوريه يومي الجمعه والسبت من الساعه 9:30 صباحا وحتى الساعه 1:30 ظهرا، في استجابه سريعه لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بصرف المعاشات التامينيه المستحقه عن شهر مايو المقبل قبل اعياد المصريين عيد الفطر المبارك وعيد القيامه المجيد. كل عام وكل حضراتكم بالف خير. بالتاكيد كل ذلك في اطار التيسير على اصحاب المعاشات وتلبيه احتياجاتهم قبل حلول الاعياد. وياتي ذلك في الوقت الذي اكدت فيه دكتور نيفين القباج وزيره التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس اداره بنك ناصر الاجتماعي انه في اطار خطه الدوله للتيسير على اصحاب المرتبات والمعاشات والمستحقين عنهم، فان البنك يولي اهتماما كبيرا بهم من خلال التوسع في مناف التقديم خدمه صرف مستحقاتهم، خاصه وان البنك يقدم خدماته لاكثر من 2 مليون عميل بإجمالي مبلغ 3 مليارات جنيه تقريبا. وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كانت قد بدأت صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارا من الأول من إبريل هذا العام، وذلك بحد أدنى 120 جنيها وحد أقصى 1222 جنيها، ويستفيد من تلك الزيادة حوالي 10.7 مليون مواطن بتكلفة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهريا، وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة بتبلغ حوالي 11 مليار جنيه، وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيو. وتبلغ التكلفة السنوية لهذه الزيادة قيمتها بتبلغ حوالي 38 مليار جنيه ونصف، وذلك بتبلغ أيضا قيمة المعاشات خلال العام المالي 2022-2023 مبلغ حوالي 321 مليار جنيه. وأن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من الأول من إبريل وحتى 30 يونيو، هذه الفترة يعني بتستفيد من تلك الزيادة اعتبارا من استحقاق المعاش. في نفس السياق أيضا بدأت وزارة المالية اعتبارا من الأربعاء أمس 20 إبريل صرف مرتبات شهر إبريل، وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تبكير موعد صرف المعاشات عن شهر مايو ليتم الصرف قبل نهاية شهر رمضان المبارك. أعلن أيضا اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أعلن تقديم مواعيد صرف المعاشات التأمينية عن شهر مايو ليتم الصرف في شهر إبريل. وأوضح أيضا رئيس الهيئة أن تبكير موعد صرف المعاشات التأمينية عن شهر مايو يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بخصوص صرف معاشات مايو قبل عيد الفطر المبارك وأيضا قبل عيد القيامة. أضاف أيضا رئيس هيئة التأمينات أضاف أن موعد صرف معاشات شهر مايو بيبدأ من يوم الجمعة غدا 22 من إبريل وذلك بدلا من مايو. وتقوم الهيئة بصرف المعاشات عبر ماكينات الصراف الآلي للبنوك والبريد المصري أو عبر المحافظ الإلكترونية. وقال رئيس الهيئة إن عدد أصحاب المعاشات بيصل لحوالي 10.5 مليون مواطن، وتبلغ قيمة المعاشات حوالي 24 مليار جنيه شهريا. يعني دعوني أقول لحضراتكم أنه أيضا كان رئيس الجمهورية قرر زيادة المعاشات بنسبة 13% ويتم تقديم صرف زيادة المعاشات لتكون اعتبارا من شهر إبريل بدلا من شهر يوليو، وتبلغ قيمة الزيادة عن الشهور من إبريل وحتى يونيو 9.5 مليار جنيه، وتصل التكلفة السنوية زي ما قلنا 38.5 مليار جنيه. وكان نص قرار رئيس الجمهورية والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 من إبريل وزيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارا من الأول من إبريل. أيضا صدر قرار زيادة المعاشات بالاستناد للقانون رقم 71 لسنة 1964 والخاص بمنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية، وكذلك قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وتزيد نسبة المعاشات بنسبة 13% اعتبارا من أول إبريل والمقررة وفقا للقانون رقم 71 لسنة 64 بخصوص منح معاشات ومكافآت استثنائية وقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الصادر برقم 148 لسنة 2019.
خليني أنتقل مع حضراتكم لجزئية أخرى وهي هامة وخاصة بمواعيد صرف المرتبات بالهيئات المختلفة. أيضا يعني قامت وزارة المالية بصرف المرتبات في عدد 33 هيئة ومصلحة ووزارة يوم الأربعاء الموافق 20 أبريل، وذلك في الوزارات التالية: أولا في وزارة الآثار والتموين وقطاع الأعمال العام والإسكان والتجارة، وأيضا التجارة والصناعة والطيران المدني والاتصالات ووزارة الثقافة والقوى العاملة ووزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والسياحة والصحة والبترول والتضامن الاجتماعي والهجرة وشؤون المصريين بالخارج. أيضا في وزارة الإنتاج الحربي وشؤون مجلس النواب ووزارة البيئة ووزارة النقل. وتصرف المرتبات عن شهر أبريل يوم الخميس 21 من أبريل في الوزارات الآتية: وزارة الرياضة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية ووزارة الخارجية ووزارة التربية والتعليم أيضا ووزارة المالية ووزارة الموارد المائية والري ووزارة العدل وأيضا وزارة التنمية المحلية ووزارة الكهرباء ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة التعليم العالي. هذا بخصوص صرف مرتبات عن شهر أبريل يوم 21 من أبريل اليوم. لكن زي ما قلنا لحضراتكم كانت بدأت بعض الوزارات في صرف بعض المعاشات أمس 20 أبريل. طيب خلونا ننتقل لجزئية أخرى، إنه بيتم صرف مرتبات أبريل في مديريات الخدمات بالمحافظات الآتية: هي مديريات الطب البيطري ومديريات الشباب والرياضة ومديريات التربية والتعليم وأيضا مديريات التنظيم والإدارة ودواوين عموم المحافظات ومديريات الزراعة. وتصرف الجهات الحكومية المستقلة التالية المرتبات عن شهر أبريل كما يلي: وهي هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وأيضا هيئة الجامعات وهيئة اللجنة العليا للانتخابات والمحكمة الدستورية العليا وهيئة الرقابة الإدارية ورئاسة الجمهورية والهيئة العامة للرقابة المالية وأيضا مجلس الدولة ودار الإفتاء المصرية وايضا معهد الخدمات الماليه والجهاز المركزي للتنظيم والاداره وايضا رئاسه مجلس الوزراء واخيرا القضاء والنيابه العامه. يعني الى هنا نكون وصلنا مع حضراتكم لنهايه هذه التغطيه، وكنا معكم في هذه التغطيه الخاصه كنا نستعرض كل التفاصيل الخاصة بصرف المعاشات والمرتبات عن شهر مايو قبل نهاية شهر رمضان المبارك، طبعا ده وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. واستعرضنا مع حضراتكم كل المحافظات التي بدأت بصرف هذه المعاشات والمرتبات بدءا من أمس الأربعاء 20 أبريل وحتى غدا الجمعة، وأيضا استعرضنا كل المحافظات التي قامت اليوم بصرف المعاشات والمرتبات. طبعا يعني في نهاية هذه التغطية كل عام وكل حضراتكم بألف خير، وكونوا معنا دائما حتى نواليكم بكل المستجدات على الساحة. شكرا لكم وإلى اللقاء.